ولتفاصيل أكثر ينضم إلينا الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية لقطاع أخبار المتحدة. أهلا وسهلا يا دكتور. أهلا وسهلا دكتور. ونحن نتحدث عن الجهود الدبلوماسية التي تقودها مصر، وطبعا كانت مرحلة مهمة للغاية قمة القاهرة للسلام. حاليا من هم أهم الشركاء الذين تنسق معهم مصر بكثافة في الملف الفلسطيني؟ الشركاء اللي هم بيبدأوا بالاتصال بالرئيس السيسي وبيشكروه، هنبدأ من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الرئيس بايدن. في صراع داخلي داخل البيت الأبيض باعتبار أن ما يفعله نتنياهو بيضر بالمصلحة الأمريكية، ويجب على بايدن أن يعيد حساباته ويبدأ في أن تقود أمريكا طريق يمتد ويرتبط بما ذكره الرئيس السيسي في قمة السلام قاهرة للسلام وفي كل الاتصالات التي تتم. هل هناك تغير في موقف البيت الأبيض؟ نعم، استشاري الأمن القومي أعلن أمس بأن إدارة قطاع غزة يجب أن يتم من خلال الفلسطينيين، مفهوم الدولتين يجب أن يتم في وقت قريب، يجب إيقاف ضرب النار والقتل الغير مبرر، لأن بايدن أمام تحدي من داخل مجتمعه. بالتحدي نستطيع القول بأن التغير الأمريكي مهم في أن يضع يده مع القاهرة باعتبار أن مصر هي الفاعل الأساسي، وأن الرئيس السيسي بما قدمه من أطروحات تخاطب العقل والمنطق وتبعد عن الجنون الذي نسمعه من تل أبيب إلى الآن. طيب ماذا عن الدول الأوروبية دكتور أشرف؟ نحن تابعنا خاصة مسألة المظاهرات التي تنتشر وتتسع رقعتها في الدول الغربية بشكل عام، نتابع أن الرأي العام الغربي أصبح ينظر للقضية الفلسطينية بشكل مختلف. بالتأكيد بشكل مختلف، يعني مثلا إقالة وزيرة الداخلية البريطانية ده مؤشر، لأنها كتبت مقالة يعني ليست جيدة في التايم، وكانت تأخذ موقف عدائيا ضد المظاهرات من البريطانيين بمظاهرات مؤيدة للفلسطينيين. هذا الأمر انعكس في تغيير في شكل الحكومة البريطانية الآن. النرويج على سبيل المثال أصبح لها موقف واضح، يعني اتصال رئيس وزراء النرويج مع الرئيس السيسي يؤكد على ما قدمه الرئيس السيسي. طيب دكتور أشرف، دعنا نتوقف عند هذه النقطة ونناقشها بشكل أكثر تفصيلا، ولكن تفضل بالبقاء معي. أعود إلى دكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار المتحدة. دكتور، يعني كما تابعنا في هذا التقرير، يعني شكل المساعدات والنظرة المصرية للأشقاء في فلسطين ليست فقط جهود على المستوى الدبلوماسي، ولكن كذلك جهود على المستوى الإنساني. يعني الرئيس يبحث جنبا إلى جنب أمور واحتياجات الشعب المصري وكذلك احتياجات الفلسطينيين في هذه الأثناء. طيب إذا ما عدنا للجهود الدبلوماسية، حضرتك كنت تتحدث عن أبرز الدول الأوروبية التي غيرت من موقفها، ماذا بعد النرويج وبعد المملكة المتحدة؟ فرنسا على سبيل المثال، بدأت الرئيس ماكرون بدأ يتكلم بنفس الصيغة التي تحدث بها الرئيس السيسي في قمة السلام قاهرة للسلام. ده تغير في الموقف الفرنسي بشكل كبير. التغيرات اللي بتحصل في أوروبا دي هي بترى في أن الرئيس السيسي هو شريك من زمان للسلام وبناء استقرار في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، والرئيس السيسي هو اللاعب الرئيس والمهم في تخفيض الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ توليه قيادة جمهورية مصر العربية، ونبه أكثر من مرة قبل 7 أكتوبر وما بعد 7 أكتوبر. الناس بتفكر في الشارع الأوروبي أو الشارع الأمريكي أو القيادات الموجودة في أوروبا أو القريبة من هذه الأزمة ومن توجهات الرئيس السيسي ومن توجهات السياسة الخارجية المصرية، كلها تتفق في خط متسق. يجب أن يكون هناك عقل في إسرائيل لتحقيق سلام حقيقي، وأن يضعوا يدهم مع المصريين والعالم العربي الذي وقف بخلف الرئيس السيسي. ولكن ما فرص حدوث ذلك وتحقيق ذلك على أرض الواقع دكتور أشرف؟ لأن كل الروايات الصادرة عن إسرائيل هي روايات غريبة في الحقيقة. يا إسرائيل جامحة بدون عقل،
نظرا للتوجهات اللي بتحاول الإدارة الإسرائيلية تشتري شعور أو تعاطف من المتشددين زي بن عمير بن غفير، في أنه وزير للأمن الإسرائيلي وهو من يزيد ويشعل من قتل الفلسطينيين ليس في قطاع غزة ولكن في الضفة الغربية، وإعطاء طبعا المستوطنين سلاح لمزيد من القتل. هذا الأمر لا يمكن أن يستمر إلى الأبد. يعني الحروب يجب عليها هناك وقفة ستنتهي، يعني ستنتهي الحرب. ما هدف الحرب الذي تسعى إليه إسرائيل؟ إسرائيل تحارب مفهوم شبحي في تفكيرها لأنها لا تعلم إلى أين تذهب بهذه الحرب وبهذا الدمار الكبير والقتل الغير مبرر وقتل الأبرياء. الحديث عن احتلال غزة مرة أخرى رفضته الإدارة الأمريكية، ولكن إسرائيل لا تسمع لأحد الآن، نتنياهو لا يسمع لأحد الآن. يعني أنا في تصوري أن الأيام القادمة ستحمل بالتأكيد تغيير كبير في الموقف الدولي، وخصوصا الداعمين لإسرائيل، لأنهم يرون في ما تقوم به إسرائيل الآن يضر بالسلام ويضر بالاستقرار ويفتح جبهات ويصعد من قتال في جبهات متعددة. صحيح، ونحن نتابع ما يحدث في جنوب لبنان، ونتابع حتى إمداد فرنسا لبعض الجهات اللبنانية بالأسلحة. هذه كلها مؤشرات خطيرة للغاية دكتور أشرف، ولكن بما أن حضرتك توقعت القادم في الأيام القادمة، ما الذي سيكون المحرك لهذا التغيير الدولي الكبير في الأيام القادمة؟ ومن الذي يمتلك ورقة الضغط الحقيقية على إسرائيل الآن، بما أنه حضرتك ذكرت أنه نتنياهو لا يسمع لأحد؟ شوف يا فندم، هو الأمريكيين ربما إدارة بايدن قد أخطأت أنها أعطت الحبل على الغارب للإسرائيليين بعد 7 أكتوبر للانتقام، وكان طبعا هناك في تفاهم من رد الفعل الإسرائيليين والجنون الذي أصابهم لفشلهم الاستخباراتي وأنهم لم يؤمنوا ولم يحموا مواطنيهم. ولكن الولايات المتحدة أعطت لإسرائيل هذا الضوء الأخضر، ولكن لم تستطيع أن تحقق شيئا على الأرض. لم تستطع أن تسحق حماس، حماس ما زالت موجودة، وبالتالي كل الإدعاءات بأنك ستصل إلى الأنفاق والإدعاءات التي تتحدث بأن قيادة حماس تحت المستشفيات وضرب المستشفيات، إسرائيل فشلت في هذه العملية. سواء العملية الاستخباراتية في فشلها في 7 أكتوبر، وهي التي تتحملها ولا يتحملها غيرها. وعلى ما يبدو أيضا دكتور أنه فشلت بشكل ما في الحرب الإعلامية حتى وفي تبييض وجهها، بما أنه طبعا نتابع الرأي العام حتى الغربي الذي كان يعني مع إسرائيل والتغيير الحاصل الآن. على كل حال شكرا جزيلا دكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية لقطاع أخبار المتحدة، على هذه المداخلة.